اما ربنا بيحب عبد بيحبب الناس فيه، وده اللي انا شفته من اهل الطشتوشي في باب الشعريه لفايزه. فايزه عندها 28 سنه ويتيمه الاب والام، كل الناس في الطشتوشي بيحبوها وبيعاملوها ان هي بنتهم. لما جيت سالته هي عايشه مع مين، قالوا ان في اب وام تبنوها، وبعد كده الست اللي تبنتها توفاها الله، وجوز الست اللي هو يعتبر ابوها بالتبني الان مريض ورجليه مقطوعة. تعبت يا فايزة؟ ايه؟ تعبتي؟ ربنا معاكي، ربنا يديك الصحة يا حبيبتي. عايزة تبعتي كلمة لمين؟ ايه؟ تحبي مين؟ تحبي تكلمي مين؟ الشيخ الرئيس الشيسي الفيفي. ايوه تبعتي للسيسي؟ اه. عايزة له ايه؟ اقوله احنا بنحبك يا فايزة، الناس دي كلها بتحبك صح؟ اه. وانت بتحبيهم؟ اه. ولاد منطقتك؟ اه. بتحبوا فايزة يا جماعة؟ الله أكبر عليك يا فايزة يا قمر يا قمر. هو والدها طبعا الله يكون في عونه موجود، بس هو مريض يعني، هو مش والدها يعني، هو متبنيها. طيب عامة ربنا يجازيه خير وربنا يجازيه خير يا رب يا رب. طيب احنا دلوقتي لو حد حب يتواصل معايا هيتواصل على تليفون حضرتك صح؟ تحت امره في اي حاجة يعني. ربنا يخليك يا فندم. احنا هنا مكاننا فين بالظبط؟ العنوان احنا هنا في التشتوشي باب الشعرية. باب الشعرية اه. واي حد يجي احرج اسمك يا فندم؟ محمد جابر. ماشي، يعني يجي يسأل عن اسم محمد جابر. منورنا طبعا، ربنا يخليك يا فندم، شرفت بيك وربنا يجعله من الحسنات. طيب انت دلوقتي بقى شايف الناس كلها هنا بتحبك والعيال بيحبوك يهزروا معاكي، انت حابه ان هم يهزروا معاكي ولا بتكوني متضايقه؟ لا ساعات بكون مبسوطه اللي هم بيضحكوا معايا وكده. اه، ولكن انت بتضايقيش من حد؟ طيب انا دلوقتي عايز اسالك سؤال، انت دلوقتي الامنيه بتاعتك ايه اللي انت بتتمنيه؟ ايه الحاجه اللي انت نفسك فيها؟ انا صراحه شقه. انت قاعده شقه؟ انت قاعده هنا مع باباكي في بيت ولا في ايه؟ اه من بيت هنا فوق هنا. يعني انت عايزه شقه. طيب انت دلوقتي عايزه شقه، وايه تاني عايزاه؟ ايه عايزه ايه تاني؟ عايزه بس اتعالج بس برجلي. بس انت رجليكي تعباكي صح؟ الوزن بتاعك هو يعني على قد الجسم بتاعك، انت تعبانه. اه رحت بنا قعدت انا وماما عملوا لي ساعات وتحليل، ما عملوش اي حاجه، اتعلموا عليا وخلاص. اه كان نائب بيقول لي تعالي بعد العيد وكنسناهم ما كناش تاني. اه ما حدش يتواصل معاك؟ عايزين يستفادوا. اه لكن ما فيش حد تواصل معاكي؟ لا. طب انت الحاله بتاعتك محتاجه علاج صح؟ طيب انت لما روحتي بنها وباباكي خدك وروحتي بنها؟ لا انا ماما. ماما الله يرحمها. قبل ما تتوفاها الله هي خدتك وروحتي بنها، وبعد كده لما روحتي مستشفى بنها؟ روحتي الهلال وكلهم خايفين من العمليه اللي هتموت. طب انت عايزه عمليه ايه اللي انت محتاجاها؟ يعني عملية يعني عشان اقدر امشي يعني وكده. عملية مثلا تكميم معدة مثلا؟ ايوه. يعني انت محتاجة عملية تتعمل عشان انت بتاكلي؟ لا يعني اه باكل بس مش قوي يعني. اه والهرمونات بتاعتك مثلا بتزيد. فانت جسمك كل يوم والتاني بيتقل. اه. طيب انت مين اللي بيساعدك اصلا في حياتك؟ يعني انت مثلا بتنزلي وبتروحي وتيجي، مين المتكفل بيكي؟ مين؟ انا بابا. باباكي بس؟ بس احنا قاعدين مع بعض. انتوا الاثنين قاعدين مع بعض. يعني انت بتخدمي باباكي؟ انت بتغسلي وبتمسحي لا يعني ساعات يعني. طب مين من اهل المنطقه هنا اللي بيساعدك؟ ايه؟ مين من اهل التشتيت؟ ولاد عمي ساعات بييجوا ويعملوا شقه وكده. يساعدوكي البنات؟ يساعدوكي. وبعد كده طيب باباكي تعبان ولا هو كويس باباكي؟ اه تعبان. عنده ايه؟ كان عامل عمليه ال اسمها ايه يا ام احمد؟ صوابع الاثنين. اه هو قاعد راقد فوق. طب مين اللي بيصرف عليكم؟ اه هو. هو قاعد في البيت؟ في معاش بياخده ولا حاجه؟ ووالدك هو المتكفل بكل حاجه. صح؟ طيب انت اصلا طولك كام سنتي؟ طولك؟ كام سنتي؟ انت عارفه طولك قد ايه؟ لا مش عارفه. مش عارفه. يعني مثلا انت ممكن تكوني 70 سنتي صح؟ طيب انت دلوقتي كل يوم بتعاني ان انت بتنزلي من البيت وبتنزلي في الشارع، هل في حد بيضايقك؟ لا.
هل في حد بي 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 بيرخم عليكي ولا حاجه؟ لا 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 مفيش الكلام ده. مفيش الكلام ده. اهل المنطقه في الطشتوشي كلهم هنا بيعاملوك ازاي؟ يعني اختهم حبايبهم على واحده اختهم في حاجه كده. ايوه. طب انت تحب تقول لمين شكرا؟ انا بحبك او انت بتحبني او انا مبسوطه ان انت في حياتي وان انت بتساعدني. هما الناس كلها يعني بحبهم منه صح. انا اتشرفت بيكي. وانت اسمك ايه بقى؟ اسمي فايزه. فايزه؟ ايه الجمال ده يا فايزه؟ امال يا فايزه. الله يبارك. ايه الجمال ده؟ ده انا بغسلك اهو. ما شفتش حلاوه وجمال احلى من كده. الله يبارك. ربنا يديك الصحه. الله يبارك. هو طبعا اديكوا شفتوا حاله فايزه. هي محتاجة دعم ودعم جامد جدا. اتمنى ان حد يسمع واتمنى ان انتوا تساعدوها لانها فعلا تستاهل كل خير. الله حبيبتي فايزه. الله يبارك. كل سنه وانت طيبه يا جميل. انت طيبه. انت موجوده في الطشتوشي؟ اه. اي حد يقول عايز فايزه؟ اه مفيش حد. فايزه 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 بيحب فايزه. اسال اسال اي حد. كل الناس عارفه فايزه. محمد وكلهم كل الناس حبايبي. انت يا عمر. الله يبارك. ربنا يديك الصحه. الله يبارك. شكرا. نعم.